ارحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا فن العمارة الإسلامية. اليوم راح نتكلم عن المدينة الإسلامية والنسيج اللي شكلها. للمدينة الإسلامية مبادئ انعكست من عادات وقيم المسلمين، اللي هي العادات والقيم اللي متأثرة بالإسلام دينيا واجتماعيا وثقافيا وحسب الظروف البيئية المحيطة وحسب الطقس. راح نتكلم عن المبادئ، وراح نتكلم اليوم راح نركز على المبادئ، وتالي راح نتكلم إن شاء الله عن عناصر المدينة الإسلامية. المبادئ اللي شكلت المدينة الإسلامية هي 1 الطبيعة والظروف البيئية. المدن الإسلامية كانت دائما تتشكل على حسب الطبيعة اللي هي فيها، يعني على حسب التضاريس، على حسب الظروف البيئية منها تتشكل المدينة. يعني مثلا عندنا احنا المدن الإسلامية اغلبها في نطاق وجو صحراوي، فسووا البيوت بجوار بعضهم بحيث انه يصير الشارع ضيق، فالبيوت قامت تظلل على الشارع. هذا الشيء عطى أريحية حق الناس انها تمشي، والجو صار ألطف لانه صار في ظل، فالناس قامت تمشي على راحتها. من الأشياء الثانية بعد نقدر نلاحظها اللي هو الحوش الداخلي والحدائق. الحوش مثلا كان يلطف بالبيوت، كان يلطف درجة الحرارة داخل البيت، كان يساعد في تهوية المساحات الداخلية للمنزل. فنلاحظ ان المسلمين كانوا يشكلون عمارتهم على حسب الظروف الطبيعية والبيئية اللي حولهم. مثلا كانوا يستخدمون نوافير داخل البيوت بالأحواس، النوافير تقلل درجة الحرارة لأن الماء لما يتبخر يلطف الجو. كانوا يستخدمون مثلا الزرع هم يلطف الجو. فنلاحظ ان في فهم للبيئة اللي هم فيها والطبيعة اللي هم فيها اللي يعانون منها، فمنها شكلوا العمارة مالتهم، وهي هذه واحدة من المبادئ. رقم 2 القيم الدينية والثقافية. يعني مثلا القيم الدينية عندنا المسجد عندنا أكثر شيء مقدس لأن نعبد فيه الله سبحانه وتعالى، فكان تقديس المسجد باين من أن أول شيء يتصمم بالمدينة. كان المسجد أعلى شيء بالمدينة، ما في شيء أعلى منه، هذا الشيء كان يعطيه احترام أكثر ويعطيه أهمية أكبر، فهذا الشيء كان يبين علاقة الإنسان بربه. عندنا مثلا الواجهات بسيطة، كان دائما التكلف والمبالغة بالتفاصيل والزخارف تحصل داخل البيت، وكان في حكمة من هذا الموضوع لأن كانت بساطة الواجهات تعزز العلاقة بين الجيران، ما يصير بينهم مثلا حسد، ما يصير بينهم منافسة، كان يزرع نوع من أنواع المساواة ما بين الجيران. فهذه التعاليم أخذناها من الدين اللي هي البساطة، الاقتصاد مثل ما يحث عليها الإسلام، فهذا الشيء هم انعكس على عمارتنا. الإسلام كذلك مثلا من اعتقادات الثقافية أو من عادات المجتمع، عندنا مثلا الخصوصية. احنا عندنا الخصوصية مكون أساسي من ثقافتنا، فكان مثلا جدار البيت يسوونه بارتفاع معين بحيث انه يصير بأعلى من ارتفاع الجمل اذا ركبه انسان، بحيث ان الانسان لما يمر او الانسان فوق الجمل لما يمر قدام البيت ما يطل داخل البيت، بحيث انه يعطيه خصوصية كافية حق اهل البيت. عندنا مثلا ايضا الجيران مثلا ما يروحون بارتفاع عالي بحيث انه ما يجرحون خصوصية جيرانهم، بحيث انه يعززون خصوصية كل احد يتمتع بخصوصية كافية. ومن الاشياء بعد اللي عززها الاسلام كان تسلسل المساحات. عندنا مثلا مساحات عامة، مساحات اقل عمومية، مساحات خاصة. ففي مساحات العامة كان تقريبا كل فريج في مساحة عامة. ليش؟ لان المساحة العامة كانت تعطي فرصة حق الناس تلتقي بعضها، فكانت العيال الفريج او الجيران دائما يلتقون هناك بحيث ان تتعزز العلاقات بينهم، يصير في تواصل ما بينهم. وهذا الشيء انعكس حتى من مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه لما وصى بسابع جار. فنشوف ان شلون ان تعاليم الدين انعكست بطريقة مباشرة على التخطيط. يعني مثلا مثال ثاني، عندنا مثلا المرأة معروفة بخصوصيتها وبالحجاب، فمثلا كانت المرأة لها مساحة خاصة بقلب البيت اللي هي الحوش، كانت عشان ما تنحرم مثلا من احتكاك بالطبيعة من نور الشمس، فكانت تمارس حياتها بشكل طبيعي داخل المساحة الخاصة بحيث ان ما حد يجرح خصوصيتها.
ومن الأشياء الأساسية بعد من المبادئ الأساسية اللي شكلت المدينة الإسلامية قاعدة لا ضرر ولا ضرار، اللي هي أن الإنسان اللي لما يبني ما يضر جاره، مثل ما قلنا الخصوص ما يجرح خصوصيته، ما مثلا يدخل ما يسوي مبنى عالي ويطل على جاره، بحيث أنه أنت لما تبني ما تضر أي أحد بالفريج. كان في حتى مرات المطالب انه يسال جاره بحيث انه ياخذ من الاذن قبل لا يبني بحيث انه ما ينضر. من الاشياء بعد ان المصلحه العامه تنوضع قبل المصلحه الخاصه، عشان الشيء يعزز الروابط المجتمعيه ويقلل الفردانيه. يعني الواحد ما يفكر والله بس بنفسه، يفكر حتى بخصوصيه جاره، يفكر مثلا شلون انا مثلا لما ابني بيتي ما مثلا ابالغ مثلا بالواجهه بحيث انه والله جاري مثلا يحس بالنقص، او مثلا جاري يحس انه مثلا اقل من طبقه اقل مثلا. فكان دائما المصلحه العامه بحيث ان نخلق مجتمع يكفل بعضه ويسند بعضه أهم من كل واحد مصلحته الفردية. وكذلك من القواعد اللي عندنا كانت الأحياء والفرجان تتصمم أو الناس اللي تنحط فيها مرتبطة يا بالدم يا مرتبطة بالدين يا مرتبطة مثلا بالمبادئ ولا بالمعتقدات، وهذا الشيء كان يخلق لنا روابط مجتمعية مهمة، كانت تتعزز صلة الرحم، تلاقي الناس دائما في بينها تكافل اجتماعي. فهذه المبادئ مثل ما ذكرنا مبادئ أساسية في تشكيل كل المدن الإسلامية، ولو يعني لو ندقق في كل المدن الإسلامية اللي تشكلت أو بدايتها كانت على يد المسلمين راح نلاحظ هذه الأساسيات دائما موجودة فيهم. تكلمنا اليوم عن المبادئ اللي شكلت المدينة الإسلامية، ولاحظنا شلون للمعتقدات الدينيه والثقافيه والظروف الطبيعيه والبيئيه، وشلون العلاقات المجتمعيه كان لها دور بارز ومهم في تشكيل النسيج العمراني للمدن الاسلاميه او المدينه الاسلاميه بشكل عام. في الحلقه الجايه باذن الله راح نتكلم راح نتعمق اكثر بالموضوع، وراح نتكلم عن العناصر المعماريه في المدن الاسلاميه، مثلا المسجد ودوره في النسيج العمراني، راح نتكلم عن علاقة المسجد بالسوق، راح نتكلم عن علاقة البيوت في بعضها، راح نتكلم عن المباني الحكومية شلون متخططة، راح نتكلم عن شبكة الشوارع، ومنها إن شاء الله بإذن الله راح نفهم المدينة الإسلامية أكثر وأكثر، وراح نفهم شلون المدينة الإسلامية ما كانت شيء بسيط، كان شيء معقد وكان جدا يعكس جدا تعكس عادات الناس، كانت تناسبهم، كان المسلمين هم. عشان كذي احنا بالبدايه في اول حلقه قلنا عماره المسلمين مو عماره اسلاميه، لان عماره المسلمين لان المسلمين كانوا متاثرين وفي عادات معينه تشكلت من بعد الاسلام، وهذه العادات منها مثل ما قلنا الثقافيه الدينيه الاجتماعيه الظروف البيئيه، منها تشكلت المدينه، منها صار عندنا مدينه اسلاميه بكافة تفاصيلها بكافة مكوناتها تناسب المسلمين، فمنها صارت اسمها عمارة مسلمين مو عمارة إسلامية. بالحلقة الجاية إن شاء الله راح تفهمون أكثر، ونلتقي إن شاء الله في حلقة، وكونوا معانا إن شاء الله.